طبعا ما يحتاج أسأل، أنا فهمتك من يومين لما سألت. أنت طبعا تعرف أن أنا مع سلوى، وأنا جاي ماشي وراهم علشان أطمن عليها أن هي داخل البيت بسلام. شو هالحركات خالي؟ خالي أنت وعارفك ما راح تفهمني، فليش أتكلم؟ خلني ساكت. لا لا فهمني فهمني فهمني. بدر مو وقته، احنا في السكه، نروح البيت ويصير خير. خليني افهمه يما، يبي يفهم. صراحه انا مو مقتنع ببنت خالتي علياء، وانتو تبون تجبروني عليها وهذا الشيء ما راح يصير. حقي اخذ اللي ابيها. يعني عديت بنات الديره كلها وما لقيت الا سلوى. خالد لا تفور دمي، كي لا تفور دمي، لاني ازعل، وإذا زعلت ترى تعرف إيش أسوي. خالد إحنا أهل، ولا تخلي هذا الشيء يفرق بيننا. بدر قلت لك مو وقته، نروح البيت ويصير خير. لا تهدد، اسمع، لا تهدد ولا تقول كلام أكبر منك. أنا من حقي أتزوج اللي أبيها، والبنت لا هي مخطوبة ولا متزوجة، وقلت لك قبل إيش تبي. أختي أنا أبي أتزوج سلوى، زين؟ اسمعني يا بدر، أنت مو مال زواج، أول عدل من نفسك وترك المغزى اللي تاخذه. يلا يما. هي هي بعض الأحيان تجبرك الظروف على تسوي شيء غصبا عنك، وتكون أكبر غلطة وتدفع ثمنها طول عمرك. لأن ما أحب أذي غيري، تحملت الحياة الصعبة والمرة مع إنسانة ما أحبها ولا أقدر أحبها. كنت أقول هذا قدري ونصيبي، لكن من شفتك، من رفت عيونك، حسيت الحياة تضحك لي من جديد، وعرفت على طول إنسان الوحيد اللي يمكن أعيش معاها عمري كله بسعادة وفرح. ندى حبك، ناصر. ندى يلا قومي، العشاء جاهز. مو سويت بيض وطماط اللي تبينه، ويما خبز ساخن كذي، قومي. حاجيج. ها؟ شفيج؟ ندى شفيج؟ صار لي ساعة عند البابا كلمك، ما تردين علي ليش؟ شفيت سلوى، شو تبين؟ مالي شنو ابي؟ قلت لك ابي عند الباب، قلت لك قومي تعشي معانا، العشاء جاهز. لا ما بحبك، روحي عليك بالعافيه. انت من الصبح ما اكلتي شيء.